دايرين؟ لاباس عليكم، كيف بقيتو؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الكيطمه رياضيه ديال البنات ولا العيالات اللي بغات ديرها لراسها ولا لبنتها. عندي هنايا هاد الطرف هذا، التوب انا راه خديته بالكيلو، عندي جوج طراف، هذا ديال الكابيتشو، هنايا عندي مطاوي على أربعة. هاد الطرف هذا غادي نخرج منه الكمام والقب. هنا جبت التوب، هذا هو الطول ديالو، هذه هي الحاشيه فين عندي طويته هنايا على أربعة. وهاد الجهه اللي من جهتي راه مسدوده، حيت هنايا راه غيكون مسدود من الامام، ما غيكونش محلول، ما غيكونش، ما غندير لها، ما غنديرلوش السلسله، غتكون مسدوده. وعندي هنايا غنديرها بالكتاف طايحين. دابا غادي نحط العبارات ديالي. عندي الكتاف هنا راه قديت التوب حيت ما كانش مقاد، هاد التحتاني راه قصير. عندي الكتاف فيهم 33 وزيد سنتيم ديال الخياطة كما قلت لكم. هنا الكتاف عندي طايحين، وهنا غادي نطيح 4 سنتيم. ملي كيكون الكتاف طايحين راه كنطيحو 4 ولا 5 سنتيم. وغادي نهبط هنا الدوره ديال الدراع ديالكم، هنايا فين كنشدو الدوره فين غتكون عندنا الخياطه، غادي نهبط ب 20 ونزيد سنتيم بالخياطه. غندير لكم الخط هنايا باش يبان لكم الخط ديال الصدر. هذا هو خط الصدر. عندي في الصدر عندي 27، نزيد سنتيم ديال الخياطة 28. ونهبط هنا 14 والحوض غنهبط 14. غادي ندخل على الصدر، غندخل غير سنتيم. الحوض عندي فيه 28، صافي. هذا هو العبار ديالنا، هذا البطن، هذا الحوض، وهذا الصدر، هذا الكتاف. غندير الطول ديالي دابا، غنشد الطول من هنا من هذا الخط اللي خديت هنايا. عندي انا في الطول ديال الكابيتشو عندي 99، وغادي ننقص لها واحد 6 سنتيم باش غادي نولي ندير لها باندا، نلصق لها الباندا بوحدها هنايا. نقص لها 6 سنتيم ديال الباندا، غادي ندير هنايا 93 وندير خط. ندخل هنايا 8 سنتيم ديال الدورة د العنق، ونهبط هنايا جوج. غنجيب المثلث وغادي نسال هاد النقطة هادي. وغنجيب الفستولي غنحط مع هاد النقطة هادي اللي عندي هنايا لهاد النقطة هادي لهادي. هنا كما شفتو هادي هي النقطة اللي عندي هنا ديال الكتاف، هنا فين غيكون الدورة ديال الدراع هابطة هنايا. وغادي نجيبها نصلها مع هاد النقطة هادي ديال البط النقطة ديال الحوض هكا. الا ما عندناش هاد البيستولي راه كنصيلوهم غير بيدينا، كنجيبو هكا خط لهنا للبط، نوليو ناخدو خط هنايا للحوض. هنايا غندير لها من في الدوره من ديال الكيطمه، ندير لها 24 حيت هادي الكيطمه ما تبغيش، هاد الموديل ما يبغيش يكون ايفازي. زدتها على الحوض غير واحد
زيدي واحد 3 سنتيم ولا 4 صافي. دابا غادي نقطعها. هذه هي الكتمه ديالنا. دابا غادي نحيد هذه ديال الظهر، نحيد جهه وحده ونخلي هذه ديال الامام. غادي نجي لهنايا غادي نهبط السعود صافي، وندور هنايا بخط هنايا غادي نقص واحد سنتيم ونص. هاد الكطمه هادي راه ساهله، تخيطيها فهاد الوقيته ديال الخريف. صافي دابا سالينا. غادي ندير الكمام، الطرف ديال الكمام جبتو هنايا درتو على جوج، وليت طويت هنايا على 4، درتي تمن القياس ديال الكم هنا في العرض باش يبقى لي هاد الطرف هذا. نخرج منه القب. هنا غادي نجي نحط 20 اللي حطيت في الدوره ديال الدراع، وزيد سنتيم ديال الخياطه ها هي، ونهبط من هاد الجهه. هذا هو الخط اللي غناخذ عليه العبار. غنجي من هاد البلاصه هادي غنهبط جوج سنتيم صافي، ونسيب هنايا بخط. عندي في الكمام 50، وغادي نقص 5 سنتيم ديال الباندا. حتى في الكم غادي تكون عندي الباندا. غندير 54 45، وغنزيد جوج سنتيم ديال الخياطه، سنتيم من هنايا اللي غادي نخيطوه من جهه الكتف، وسنتيم من هنايا اللي غتخيط مع الباندا. غندير في العرض ديال المونشا ندير 14 حيت مازال غادي يتجمع لي بالباندا. صافي هذا هو الكم ديالي. هذا هو الكم. هذا الكم هذا راه ساهل ديال الكتف طايحين، وما فيش داك العبارات اللي عندنا هنايا في التركيز. دابا غندوز باش غنفصل القب. هنا حطيت هاد الطرف هذا اللي شاطلي من هذا من الكمام. غنجي لهنايا غنحط له هنايا في الدوره ديال القب، غنحط 38 في العرض، غادي نحط 29 من هنايا من هاد الجهه هادي. غادي نجي نخرج 24، ها هي فين عندي 24 24، ونطلع من هنايا من هاد الخط هذا.
غنطلع 10 سنتيم وغادي نسير الخط هاد العشرة لهنايا للقنت، وغنسير الخط هاد النقطة هادي فين حتى 28 لهاد النقطة هادي، وهادي غادي نقسموها على جوج، وهادي على جوج، وهادي على جوج. غنخرج من هنايا سنتيم، وندخل من هنا سنتيم، صافي. ونسير هنايا بخط، بهاد الطريقة هادي، وغنجي لهنايا للقنت باش ما يبقاليش هكا مقنت بحال القب ديال الجلابة. غادي نجي لهنايا وغندخل بواحد 5 سنتيم هكا، وغادي ندور، هكا باش يجيني داير الكابيتشو، يجيني القب بحال ديال الكابيتشو. صافي، هذا هو القب ديالنا، غنقادو من هنا. راه ساهل، درت لكم طريقة سهلة، بغيت نصعب عليكم تدخلوا من هنا سنتيم ونخرجوا من هنا سنتيم، دقوا العبارات. هاد الطريقه هذه راه سهله ديال الكابيتشو. صافي، هنا غتلقاو عندنا هنايا الدوره 27 ديال العنق، ها هي 27. هذا التوب ديال السروال، غندخلها التوب السروال في الكحل، وغندخلوا له الباندا ديال الكيطمه الفوقانيه، غندخلوا له الباندا في الجنب. هنايا هذا عندي التوب، هنا عندي انا هذا كبير، ولكن السروال راه تكفيه 1.20 متر كافيه السروال. غنديرو هكا على جوج، هذه هي الحاشيه ديال التوب، هي هذه، وهذا الطول ديالو، وهذا العرض على حساب التوب ديال الكيطمه. كيكون كيتيري هذا التوب ديال الكيطمه، سخون شويه وكيتيري بحال بحال هو الفوقاني، غير هذاك في الحمر وهذا في الكحل، راه نفس الثوب. نجيبو هكا، ندير الحاشيه عند الحاشيه، ونقاد الثوب ديالي. ونولي نديرو هكا على 4. هنا راه طويت الثوب على 4، قديتو ها فين جبت هاد الحاشيه ديالي، حطيتها هنايا وخليت هذا، درت هنا غير قياس ديال السروال شحال عندي في الحوض، وهادي خليته هنايا زايد. هنا دابا غادي نحطوا العبارات ديالنا. السروال انا غيكون عندي بالجهه، داكشي علاش ما غنخليلوش الشمال لاستيك دابا، حتى من داك الباندا ديال لاستيك غادي نخيطها بوحديتها لسعاده نلصقها في السروال. كان ما عنديش الجهه راه غادي نخلي دابا نخلي 6 سنتيم ديال لاستيك، ونحط العبارات ديالي ونلصق لاستيك نيشان في الكيطمه. دابا غادي نحطوا العبارات ديالنا، غادي نهبط من هنايا من هذا الخط، هذا غادي نهبط 26 في الدوره ديال الحوض، وغادي نحط هنايا 26، وغنخرج هنايا في ديال الامام، غنخرج فيه 4 ديال السنتيم، ها هي حطيتها. غادي نهبط من هذا الخط هذا 56 الدوره ديال الركبه، عندي في الدوره ديال الركبه 22 على حساب عندي انا الباندا هنا في الجناب، غندير لها واحد الباندا فيها 3 ديال السنتيم، غادي نقص واحد السنتيم. الا كان ما نديروش الباندا راه غنحط العبار ديالي كما هو، غنقص انا دابا غير سنتيم حتى ندير لها لي سياج. وغنشد عاود من هذا الخط هذا، نحط الطول ديالي، عندي في الطول ديال الكيطمه 103، ها هي فين جاياني 103.
103 وغتكون فيه الباندا السروال، غنقص لها 6 ديال السنتيم ديال الباندا. نزيدها سنتيم ديال الخياطه اللي غتكون لاصقه في الباندا، الجهه اللي غتخيط من جهه الباندا. في ليمونش من التحت غندير لها 15، عندها في الدوره ديال البطن 22، ها 22. وغنزيدها 4 سنتيم ديال لاستيك ديال الترويحه ديال لاستيك، حيت لاستيك راه كيبغي يكون السروال واسع شويه من جهه لاستيك. غنحبس حد هنايا وغنقطع غير الفوقاني، بهاد الجهة الفوقانية هي اللي غنقطع دابا. غنجي لهنا وغنخرج 5 سنتيم. الا بغيتو هاد العملية هادي كنديرو نخرجو بها، كنجيبو الحوض العبر ديال الحوض اللي عندي 26 كنقسموه على 4، داكشي اللي خرجنا كنحطوه هنايا. انا راه مخرج لي 6.5 ولكن غنحط هنا غير 5 على حساب التوب راه كيتيري هذا ديال الكيطمه. صافي غنشد من هاد البلاصه هادي وغادي نخرج 5 ديال السنتيم، ها هي، وغادي نهبط هنايا بجوج سنتيم. صافي نوصل هاد النقطه هادي هكا، غنجي لهنايا لجهة الركبة وغنزيد غير سنتيم واحد، لأن مولفين كنزيدو جوج، أنا دابا غنزيد غير واحد على حساب الباندا اللي هنا، راه غتعطيني اتساع داك 3 سنتيم اللي غتزاد لي، غتعطيني الوسوعية. إلا مغديروش الباندا تزيدو جوج سنتيم، تزيدو من هنا جوج ومن هنا جوج، وطلعو كامل جوج جوج حتى لهنا تا الركبة. من الركبة غادي تصيلو هاد الخط هذا لهنايا لهاد 5 سنتيم اللي عندنا هنايا، ندخلو هنا 1 سنتيم. صافي هذا هو السروال ديالي، دابا غادي نحلو من هنايا. نجي هادي ديال الامام ونحيدها باش غادي نطراسي الجهه، ونحيد الخلف. هنا غنهبط 14 وندخل هنا 5 ديال السنتيم ديال الجيب. هنا غادي نصاوب الباندا ديال السروال، العبار ديال الباندا غندورو السروال، غندورو السنتيم هكا على رجلينا من التحت، نشدو هكايا يكون ما مزيرش بزاف، نخلي واحد السنتيم ديال التنفيسه. صافي وداك الشيء اللي لقينا غادي نقسمو هكا على جوج نحطوه هنايا. انا عندي 14 في العبار ديال الرجل، هكا نحط 14 هنايا. هنا التوب راني طاويه هكا، عندي هنا 4 وليت طويته عاود هنايا على 8، وغندير 7 ديال السنتيم في الباند في العرض، سنتيم ديال الخياطه.
صافي هذه هي الباندا ديالي، غادي تخيط من هنايا وتولي دير هكا على جوج ولصقوها في السروال. غتشوفوا معايا في هذا في الخياطه. دابا غادي نفصل الجياب، ندير 4 ديال القطع. حطيت هادو هنا على جوج، حطيتهم هادو حتى هو عندي مطوي على جوج. العمق ديال الجيب فيه 28، والعرض كتكون فيه 18. صافي هادو هما الجيب ديالنا. غادي نشد هذا نحلو، راه عندي مسدود، حتى هو غندير له نفس العملية بحال السروال. غادي نهبط هنا بربعطاش، ندخل هنايا بخمسة، صافي غادي نلصقو داك الساعة مع السروال. غادي نحيد الباندا ديال السروال اللي غتكون عندي في الجنب، غندير في العرض ديالها غندير ستة ديال السنتيم، باش سنتيمات تمشي لي في الخياطة من هاد الجهة وسنتيم من هاد الجهة، غيبقى لي في الباندا 4 ديال السنتيم في العرض. صافي وغادي ندير هكايا. هادي راه عندي هنايا على جوج، غنولي نقسمها عاود باش تخرج لي جوج قطع. نشد هكا بيدي هنايا باش ما تحركوش، ما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره. هاد الطول هذا راه ما كافيش ديال السروال، مازال غنزيد واحد الطرف واحد اخر، وخا يجيني لاصق هنا راه ما غاديش يجي باين. غنجي نديرهم جهه الجيب من الفوق، غيكون مغطي بالخيطمه. غنولي نقطع باندا وحده اخرى عاود، وداك الساعه غادي نلصق وحده في هذه وحده في هذه، وندير داك الساعه العبار ديال السروال اللي عندي 103. هنا غادي نصاوب الباندا ديال الكمام، ندير هنايا 7. في العرض ديالها درت 20 قدها، وغنقسمها هنايا. هاد 20 هادي ديالكم وهادي ديالكم، هادو هما البندات ديالنا ديال الكمام، وهادو البندات ديالنا اللي غنديرو في السروال. هنا غادي نلصق معاهم واحد الطريف باش نكمل الباندا، باش نكمل الطول ديال السروال. مي غادي نخيطو في السروال ونسالي، غادي نقطع شحال من مشاط لي غادي نقطعو داك الساعة. صافي هادي هي الكيطمة ديالنا، نتمنى تكون ساهل الشرح وفهمتو شي حاجة. إلا ما فهمتوش شي حاجة خليولي في التعاليق نشرحها لكم ولا نقول لكم شنو كاين.